في حدا رح يسألني يعني؟ قصتي بدي أحكي لها؟ ولا شو القصة بالضبط؟ يس قصتك. Okay, whenever you're ready. اسمي أسماء جمال راشد، عمري 28 سنة، صار لي تقريبا 13 سنة متزوجة. يعني عم بعمل مثل اللي عم بنادي الناس انه تعالوا خلينا نقرا. وش يا عمي ما قلت لك، هي القراية شو بدك فيها هسه للبنت؟ هذا هي من قبره بهالدار قاعدة بتجلي وبتطبخ وبتساعد امها، وبكره بتتجوز وبتروح على دار جوزها وبخلص من همها. أحاول أكون قوية ورح أستمد القوة يعني من أولادي، من الجيل اللي عم بشوفه قدامي عم يتدمر، ورح أحاول أساعدهم مساعدة حقيقية يعني من الداخل، أحاول أغير فيهم من الداخل. احنا هون عايشين بمخيم صح؟ واللجوء مش غلط انكم تكونوا مكان ثاني، بالعكس تمام؟ طيب صحيح، سؤال لكم كلكم، مين منكم بتروح المدرسة؟ شو حسيتي يا جيم تركت المدرسة؟ حسيتي بإيش؟ خليني كنت بدي مثلا الإشي هذا وراح مني، يعني استصعبت كثير والله، بس ما حبيتهاش المرة يطلع بيدي الإشي. كل شيء انا كان بقلبي، يعني ايش بدي اسوي بدي اعمله، يعني انت سوي لي، وانا ليش بجي اجيب لك؟ اذا اجي ظلش ماشي ولا تودي احد.